رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي مشرفنا في الاستوديو استاذ محمد الشحات الناقد الرياضي في اخبار الرياضه. مساء الفل على حضرتك. اهلا، مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي، القناه اللي كل يوم بالفعل بتاكد قدرتها على انها تجذب اعداد غفيره من جماهير الرياضه، سواء المنتميين للاهلي او غير منتميين للاهلي، بما تقدمه من موضوعات شيقة وتمتاز بالصدق المهني، وده شيء من الأشياء اللي الواحد لازم يحيي قناة الأهلي على هذا الأداء. مشكورك جدا يا أستاذ محمد. خلينا نتكلم طبعا عن الحدث الأهم اللي ما فيش صوت بيعلو عليه، الحدث القادم يوم الجمعة اللي جاي على ملعب رادس النادي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. شايف اللقاء ده إزاي؟ وهل عندك تفاؤل إن إحنا إن شاء الله هنفوز باللقب التاسع ونرجع بالأميرة السمراء؟ والله التفاؤل موجود للكثير من المقومات والعوامل، يعني في معطيات للتفاؤل. أولا الأهلي أو لاعيبة الأهلي أو فريق الأهلي عودنا دائما ان هو في المواقف اللي زي دي بيبقوا لعيبه على قدر المسؤوليه، عندهم فعلا شعور ان هم بيحققوا احلام وطموحات الشعب المصري على اختلاف انتماءاته. وحصل اكثر من مره الاهلي حضر او يشارك في بطولات ومباريات صعبه جدا واستطاع ان هو يتخطاها. صحيح. الاهلي بيلعب المباراه كانها مباراه عاديه في اي بطوله بيلعبها، الاهلي تاريخه طويل ما شاء الله، يعني انتوا كنتوا بتتكلموا من شويه على كابتن الاهلي حسام عاشور لعب 150 مباراه افريقيه، يعني حاجه شيء رائع. فان شاء الله الاهلي بما يمتلك من لعيبه يمتلكوا امكانيات فنيه عاليه ان شاء الله يقدروا يحققوا ويعودوا بالاميره الجميله من رادس. وهم دائما الجماهير الاهلي دائما ولاعيبه الاهلي بيتفائلوا بملعب رادس. طبعا في ناس حاولت تسحب منهم هذا التفاؤل، ليه؟ اعتقد ان تفاؤل مشروع وحق مشروع. صحيح. للاهلي ان هو بس حضرتك لو رجعت كمان لتصريحات الجهاز الفني لنادي الاهلي بقى، خصوصا كابتن محمد يوسف اللي كل شويه يقول لنا يا جماعه بطلوا نغمة رادس، ده ملعبنا احنا، كعبنا عالي هناك، المباراة اللي جاية دي بتاعتنا، انسوا الكلام ده تماما، ما تتفائلوش اللي فات حاجة، او اللقاء كمان لقاء الذهاب ده حاجة واللقاء الاياب ده مباراة لوحدها او بطولة لوحدها. يعني احنا ما نفقدش الناس بعض الطقوس اللي تعودوا عليه، يعني انت تلاحظي ان ممكن واحد يقعد على كرسي معين ففريقه يكسب، او يقعد بطريقه معينه فريقه يكسب، او يلبس لون معين او بدله معينه او لون معين. يعني احنا نسيب التفاؤل ده شيء طيب، يعني احنا متفائلين، جماهير الاهلي ولاعيبه الاهلي متفائله بملعب رادس، وان شاء الله اليوم الجمعه في نهايه المباراه كل الجماهير المصريه هتحتفل بالبطوله التاسعه. لان في شيء مهم قوي غايب عن ناس كتير قوي، لما بيروحوا بطوله الانديه بطوله العالم الاخرى اسم البلد باسم الفريق، بيقولوا ريال مدريد الاسباني، برشلونه الاسباني، مش عارف ايه البرازيلي، مش عارف ايه المكسيكي، هيقولوا بردك الاهلي المصري. فالاهلي رايح يمثل الكره المصريه في واحده من البطولات الكبرى الاهم اللي بينظمها الاتحاد الدولي. فطبعا كل الامنيات ان الاهلي يشارك في البطولة والمشاركة الستة ويحقق لنا شيء يحرك المركز الثالث، وده طبعا يعني احنا كنا متفائلين جدا بالاهلي بلاعبته بجماهيره بان شاء الله نهني نفسنا. واكيد بقى التفاؤل ده جاي بعد نهائيات 2006 و2012، يعني جماهير النادي الاهلي نفسهم النادي الاهلي يحصل على البطوله بنفس المكان. لا، التفاؤل جاي من دائما الاهلي عودنا ان هو دائما بيلعب في ظروف صعبه، يعني في ظروف صعبه جدا. انا يعني مثلا كنت مع الاهلي في مباراه في الكونغو براسفيل اللي هو 2013، الوليد سليمان استطاع ان هو يجيب جون طلع الاهلي للدور النهائي. كانت كل المعطيات تقول ان الاهلي يعني هيتعرض يعني في صعبه من هذه المباراه، ولكن استطاع الاهلي ان هو يخطف جون في معقل الفريق الكونغو في مباراه هايله. يعني الاهلي دايما متعودنا على كده، وان شاء الله عندنا ثقة غير عادية في لعيبة الأهلي. من خلال بقى مشاهدتك للقاء، اللقاء اللي فات، لقاء النادي الأهلي والترجي التونسي في الذهاب على ملعب برج العرب، شايف إيه الخطورة اللي ممكن يشكلها الفريق التونسي علينا على ملعب رادس؟
طبعا الاهلي بيلعب البطوله دي في ظل ظروف شديده الصعوبه بسبب الاصابات لعدد كبير من عناصره الاساسيه، سواء الطرفين كنا عندنا امل ان احمد فتحي يقدر يلحق في هذه المباراه العوده، ولكن طبعا الظروف ما ادتش، وعندنا علي معلول غايب. فاعتقد ان فريق الترجي مش هيشكل خطوره اللي تهدد مرمى الاهلي بالشكل اللي يخوفنا، اذا احسن قلبي الدفاع سواء كوليبالي او سعد سمير او اللي هيلعب في نفس المركز ده احسنه التصدي للكرات العرضيه، لان هم عندهم يعني يتميزوا بان هم بيستخدموا الكرات العرضيه. فاتمنى ان الاهلي يستطيع ان هو يقفل المنطقه دي، وان الاجناب المدافعين الاجناب يبقوا مقفلين على اللاعب اللي بيحاول يعمل هذه الكرات العرضيه. اعتقد ان الاهلي لو استطاع في اول ربع ساعه في مباراه الترجي ان هو يمتص حماس الجماهير الغفيرة اللي هم 60,000 يحضروا المباراة، أعتقد أن الأهلي ممكن يستطيع في الربع ساعة الثانية أن يخطف جون وتغير كتير من معادلة المباراة مع الفريق التونسي. صحيح. طيب وإيه بقى خطورة النادي الأهلي على الترجي التونسي؟ شايف مين اللعيبة اللي ممكن يشكلوا خطورة في اللقاء القادم على الترجي التونسي؟ أعتقد أن وليد أزارو واقع تحت ضغط نفسي شديد. صحيح. وعايز يثبت ذاته، لأنه هو تعرض للأسف الشديد بعد المباراة لكم هائل من حملة جداً. فأعتقد صحيح. وبعد كده احسن محمد يوسف ان هو عمل معاه اجتماع موسع. صحيح. فاعتقد ان هذه البطوله طلب منه في الاجتماع ده ان هو لا يطلع اعلاميا ولا حتى يرد عبر السوشيال ميديا ولا يتكلم في اي حاجه، وكل تركيزه يكون رايح بس في المباراه القادمه. فانا اعتقد ان وليد ازارو، اعتقد ان وليد سليمان الكاس دي بتمثل له اهميه. وليد سليمان وليد سليمان اهميه كبرى في حياته الكرويه. صحيح. نفسه يعني يرفع هذه الكاس، فاتمنى ان وليد يتوج المستوى الرائع الفني العالي اللي ظهر بيه بان هو وليد سليمان. ده يعني اكبر علامه استفهام دلوقتي في اللعيبه المصريين ولا في الكره المصريه ولا في الدوري. اختياره للمنتخب. ليه ما بيروحش المنتخب؟ والله وليد سليمان ناقصه ايه؟ ايه الامكانيات اللي ناقصاه؟ في ايه؟ اغلب المديرين الفنيين الاجانب دايما بيبقى عندهم عند ودائما اللعيبه اللي بياخدوا يعني اهتمام اعلامي وضغوط اعلاميه ما بيحبوش يجيبوهم. لما يبقى في مدير فني مصري بيبقى اكثر عقلانيه من المدير الفني الاجنبي. وتكرر مع مش وليد سليمان بس، مع اكثر من لاعب كان متالق محليا او مع فريقه افريقيا وكوبر او اي مدير فني ما كانش بياخده. فده شيء طبيعي، احنا يعني مش عايزين ندخل وليد في قلق. هو بس خلينا نقول برضو ان هو في الاخر اكيد حاسس ان عنده اكيد مشكله، يعني هو بني ادم يعني بشر يعني حقيقة يعني حقيقة ليه ما بيتاخدش في المنتخب يا جماعه؟ هيجي الوقت ان وليد ينضم للمنتخب، وهيجي الوقت ان وليد يبقى احد الاوراق الرابحه في منتخب مصر، لانه حقه حقيقي. واحنا لسه عندنا كاس الامم الافريقيه، ان شاء الله يكون وليد سليمان احد العناصر الهامه، ويكون هو ده رده بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب انا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ عصام شلتوت. مساء الفل على حضرتك يا استاذ عصام، منورنا كالعاده. اهلا يا شيما، انت اللي منوره، وصديقي واخويا العزيز محمد الشحات. ايه بقى المقاله الحلوه دي لوليد سليمان يا اجيري؟ خدها مني نصيحه. ما هي اصل الحكايه مش يعني فعلا انا مش قادر اقول بواخت، لان دي برضه عبارات لا تصلح في شأن كرة القدم مع نجم كبير. اخشى ما اخشى بس زي ما قلت في المقال ان يكون تعميم النزول بالسن يدفع ثمنه وليد سليمان او خاتم سليمان زي ما زميلنا وصديقنا يعني دايما بيقول عليه علاء عزت. وهو فعلا اصبح خاتم سليمان. يعني انا في حاجه نازله النهارده انه افضل خمس لاعبين في اخر 10 مباريات، فحد مكرر سنه وليد خمس مرات. يا جماعه ده منطق مهم. ثانيا وليد ما هوش كان في المنتخب وقت انجاز الكبار اللي منهم الحضري وفتحي واخرين طبعا. صحيح. طبعا مرحلتهم انتهت لتجديد الدماء. المنتخب يا عم هجيري يحتاج معلم الان بوجود حتى مو صلاح وكل الموجودين. انت معاك المعلم اللي ثابت، فما يكون
الناتج المحلي انه يجي الرد يا شيما انه هناخده في مرحله اقوى، وفي اقوى من مباراه تونس الفارقه كرويا، ان انت تقول له وليد انا شايفك. لكن الاقدار الكرويه على فكره ولدت عند وليد طموح الشباب. اولا وليد الكل يعلم كم دفع ثمنا لحب الاهلي، اسقط ربما ملايين قبل الانتقال للنادي، وبالتالي هو يبذل اقصى جهد مع شعار هو كمحترف كمان اهلاوي، وهو بني ادم هاوي يعني لو متفرد، وبالتالي هم بيتبعوا وليد لقمه الشحن. وده الحقيقه بيحصل مع نجوم كتير في العالم لما بتحجب فرصته في الوصول لمراحل زي منتخب بلاده، خاصه لما يبقى معلم حقيقي، مش بس يصلح انضمام، ده يصلح كمان للقياده الفريق. صحيح. اخشى ما اخشى كمان ان هناك معلومات ان الرجل تصور ان وليد يتعدى 37 عام. هو ده الكلام اللي احنا سمعناه، ان هو اتقال له ان وليد سليمان ده مواليد 81. ما هو ده يا عمده خطا في 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 اظهار البيانات الحقيقيه اللي المفروض الاتحاد الكره يكون عنده مركز معلومات دقيق يقدر المدير الفني لما يطلب معلومه تجيله معلومه موثقه، ما ياخدش حتى بكلام مساعديه، لا هو يطلب. بس برضه يا استاذ محمد حتى لو بيتاخد بكلام مساعديه، هل ده عن قصد يعني؟ يعني خلينا لا لو سمحتوا لي المساله بس مش فكره الخطوره فيها، المدهش فيها انت عشان تتجاوز نجوم قدموا لمصر وبالتالي اخذوا حقهم لتمثيل شعار بلدهم، يبقى اللي يدفع ثمن ده ان انت خايف لا تقول ازاي ما اخدش احمد فتحي وغيره وغيره عشان اخد وليد، لان وليد الان وعلى مدى 3 مواسم على الاقل، صحيح، لم يكن 5 مواسم يستحق التواجد يا جماعه. صحيح. هو في البيك يعني بتاعه دلوقتي. لا لا ده هو في وقت التوهج، في وقت عمالقه السينما العالميه بس مثلا ككوره، وبالتالي صحيح. حتى بس يحترموا ان هناك مواطن ينتظر رد، مواطن مصري لا اتحدث عن ان وليد من الاهلي او غيره، لانه فعلا ويطلعوا يقولوا يا اخوانا وليد لا يمكن ابدا ان احنا في المرحله دي يكون حاضر معانا، لانه الحقيقه احنا مش هنقدر عند سن مرحله 4 موجودين معانا. ارض لك وليد صلاح، كل التكريم لوليد صلاح، هذا هو شان الجهاز الفني، واحنا بقى نختلف ونتفق ونحلل كميديا. صحيح. لكن ان هو يقول لي كلام يعني مش ممسوك، كلام زي الجيلي كده اللي كان بيدربنا زمان، بتقصد الجيلي اللي هو الاحمر ده والاصفر اللي هو مش ممسوك يعني، فيقول لك اصل وليد هناخده في مرحله اقوى، يعني ايه حضرتك؟ يعني مش فاهم ازاي؟ لكن اللي انا بقوله ان وليد دايما بيتالق في ظل حاجه تنادي لي، وكان لازم يعرفوا انه لما يكون شعار الوطن هيزيد تالقه، لكن كمان هم خلقوا له حافز جديد ليظل شابا حتى وهو في العام 34 من عمره. صحيح. شكرا ليك، نورتنا مدير تحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ عصام شلتوت، نورتنا في كلام في الميديا أستاذ عصام كالعادة. طبعا بنشكرك على المقال الجميل اللي انت كاتبه ده. وليد سليمان وجوده في المنتخب بقى مطلب جماهيري. على فكرة أعتقد إن شاء الله عودة الأهلي بالكأس من تونس، وهو طبعا خلاص أجيري أعلن القائمة، ولكن مش عايزين نقول إنه ممكن يغير في شيء لو حد من اللعيبة تعرض لأي شيء لا سمح الله، ولكن أنا نفسي إن وليد ينضم انضمام طبيعي مش اضطراري، يعني الراجل يشوفه ويتأكد إن هو أخطأ في حقه. هو كل ده ما شافوش وما تأكدش، ما ليش تاني كل ده يشوفه إيه تاني؟ يشوفه إن شاء الله زي ما العمدة عصام شلتوت قال ان وليد في قمه توهجه ان شاء الله يتوهج في المباراه النهائيه، ويبقى احد العوامل المهمه في فوز الاهلي، وعايزين اجيري يشعر بالذنب عدم اختيار وليد لمباراه تونس. يعني كان في تصريح لكابتن هاني رمزي مدير المنتخب، احنا عارفين قد ايه مستوى وليد سليمان دلوقتي كويس جدا، ولكن احنا مستنيين الوقت المناسب. هو ايه الوقت المناسب ده؟ من الواضح ان كابتن هاني رمزي دائما بيقع في حرج لاهلاويته، وممكن ما حدث اختيارات اللي كانت بتدار في المنتخب الماضي، المدير الفني بيحاول يعني ياخد قراره من دماغه، فنخليه ياخد قراره من دماغه ويرجع وليد سليمان بقرار من دماغه ان شاء الله
بعد ما الاهلي يرجع ان شاء الله من تونس بالكاس الغاليه. يا رب ان شاء الله. طيب طبعا الايام اللي فاتت دي كنا شايفين شحن غريب جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت في زي حرب قايمه بعد لقاء النادي الاهلي والترجي التونسي، يعني ومخاوف من السفر وخلوا بالكم واللي ما تسافروش واللي لو سافرتوا وانتم المفروض تعملوا حاجات كده غريبه جدا سمعناها، وزي ما قلنا قبل كده ان دي من صنع بقى يعني ايه بلسه البني ادمين. اعتقد ان احنا البرنامج بتاعك اسمه كلام في الميديا. انا نفسي تعملوا برنامج اخر اسمه الكلام مش في الميديا. للاسف الشديد في اشياء ملهاش علاقه بالميديا، وعلى فكره الجمهور المصري مش كده، يعني الاسماعيلي لما وصل لنهائي افريقيا كان في 120 الف بيحضروا مباراه الاسماعيلي واندلبير. هل تعتقد ان 120 الف كانوا اسماعيلاوي؟ اكيد لا. جماهير مصر كلها كانت بتروح ورا اي فريق يصل الى نهائي افريقيا. صحيح. ولكن للاسف ايما ما كانوا بيحبوا الكره للكوره. وعلى فكره موجوده دلوقتي، بس للاسف في يعني سرطان او في جراثيم قلت في الساحه الرياضيه. صحيح. هي اللي عامله الجو ده، يعني انا فزعت ان بعد ما الحكم صفر مباشره الدنيا اتقلبت على الاهلي، يعني كان الاهلي ده يعني شيء غريب وفي جدا. وفي مصر طب انتوا ايه اللي مضايقكم؟ يعني انا بشجع فريق مش طرف في مش طرف في اللقاء ولا في البطوله اصلا ولا ليه علاقه، وفي الاخر في فريق تاني بينتمي لبلدي. على الاقل لو انا يعني مش ممكن ابدا، يعني انا حزين. بس طبعا مش كل الفرق المنافسه، مش كل جماهير الفرق المنافسه للاسف. لا طبعا مش الكل، في جماهير كتير قوي جيده وكلمت كويسه عن الاهلي، واعتبرت الاهلي فريق مصري بيمثل مصر، ولكن هو للاسف الشديد هناك سرطان موجود في الساحه الرياضيه المصريه هو اللي عمل كل هذه الاجواء اللي للاسف الشديد احنا ما كناش بنشوفها. يعني انا يعني كبير شويه في السن، كان مباراه الاهلي بتنتهي بيجي يكن حسين مع مجموعه من لعيبه الاهلي وبيسهروا في السيده زينب، بعد كان لسه لاعبين الماتش يخرجوا من الماتش يقعدوا مع بعض ويسهروا. وعلى فكره ودي العلاقات اللي موجوده حتى ما بين اللعيبه دلوقتي. صحيح. يعني طبعا يعني اللعيبه دي كلها بتروح مع بعض المنتخب. بلاش كده، انت لو تلاحظي ان في عمليات نسب بين اللعيبه وبعضهم. صحيح. يعني طب ليه احنا ليه بقى الجماهير تاكل في بعضها؟ مش الجماهير على فكره. مش عايزين ندي الاحكام للجامعه. هي قله من الجماهير. صحيح. وفي ناس بيساعدوهم على ان هم يعملوا هذه الاجواء. العلاقه بين الاهلي والترجي علاقه جيده جدا، تاريخيه جيده. الاهلي يكسب، الترجي يكسب في النهايه مباراه حتى على المستوى الجماهيري. واحنا لازم نتعظ بما حدث بعد مباراه الجزائر ومصر. صحيح. للاسف الشديد، للاسف الشديد اللي ادى الى توتر العلاقات بين بلدين كان بعض برضك الناس اللي بتثير الفتنه. بتثير الفتنه فعلا. ويعني عملوا لنا ازمه قعدنا في سنوات عشان نعالج اثرها. صحيح. اتمنى ان المباراه تنتهي اي من فائز ان احنا نهنيه بالفوز، وان السرطانات اللي موجوده في الساحه الرياضيه يطلع فيه يعني 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 نفعل القوانين اللي موجوده ونقضي عليها، لان ده بيعمل على فكره مشكله اجتماعيه. صحيح. لانه النهارده ليه كده؟ يعني النهارده انت ليه بتشحن الناس بالشكل ده؟ الناس مش ناقصه شحن. انت مستفيد ايه؟ الناس مش ناقصه شحن. وهل انت مش مدرك انت ممكن تتسبب في ايه؟ يعني انا مش عارف يعني حضرتك شفت البيان بتاع المجلس الاعلى للاعلام عامل ازاي؟ واتكلم فيه عن قنوات بعينها، القنوات دي يعني فيها ناس انا مش عارفه يعني هم ما عندهمش درايه المهنه دي بيشتغلوها ازاي؟ بحيي الاستاذ مكرم محمد احمد والهيئه. صحيح. على وعيها، لان هي فعلا يعني هي ده التحرك، انها بتتحرك عشان، لان احنا في ماتش تاني وفي اربع ايام او ثلاث ايام لسه قبل المباراه، وبرضك اللي بيسكب البنزين على عمال مواصل. فاتمنى يعني ان الناس تتعز، وبعد كده في قرارات وفي قوانين تقدر تمنع كل هذا الكلام. صحيح صحيح. طيب توقعاتك ايه للمباراه القادمه بقى؟
شايف باتريس كارتيرول هياخد او هيخوض اللقاء ده ازاي؟ شايف هيلعب مباراه مفتوحه؟ هيكون متحفظ دفاعيا؟ يعني هل هيكون عايز ان هو يحافظ على النتيجه الايجابيه اللي احنا عملناها هنا في مصر على استاد برج العرب؟ شايف اللقاء هيكون عامل ازاي؟ اول حاجه يعني لازم نعترف ان كالترون ده من افضل المدربين الاجانب اللي جم في للاهلي. نتائجه اللي حققها نتائج جيده جدا لحد دلوقتي يعني. جدا افريقيا ومحليا وكل حاجه. هيغلق صفحه مباراه الذهاب تماما ويتعامل مع المباراه كمباراه يعني بين شوطين. الاهلي لعيبه الاهلي هتنزل في بدايه المباراه في حاله تركيز شديد، هيسعوا جيدا الى امتصاص الحماس الشديد لجماهير تونس. طبعا احنا نعرف ان تونس هتحتفل بعد الترجي يحتفل بعد فتره بمئويته، فهو طبعا عايز يتوج يحتفل بمئويته بهذا اللقب. صحيح، وده حق على فكره، حق مشروع. احنا مش لازم نحرم الناس من حقوقها الطبيعيه يعني، ولكن اعتقد ان كالترون ومحمد يوسف والجهاز اللي معاه ومع اللعيبه ان شاء الله هيقدروا يديروا المباراه اداره ذكيه، بحيث ان في هناك مفاتيح للعيبه تونس. حظنا الطيب ان في اكثر من لاعب مؤثر هيغيب عن المباراه. صحيح، بسبب الانذار. ولكن اعتقد ان هذه مباراه لرمانات الميزان بتاعت الاهلي اللي خط الوسط، وهم هيبقى عليهم عبء شديد اذا كان حسام عاشور او السوليه. وطبعا اعتقد اختيار اجيري للسوليه للانضمام للمنتخب هيديه شحنه يعني معنويه هايله، وان شاء الله يعني ان يقدر الاهلي يمتص الحماس بتاع لعيبه الترجي في اول ربع ساعه، ويبدا بقى يعني يعمل هجمات على مرمى الترجي، لان اعتقد ان حارس المرمى بتاعهم ماهوش بالصعوبه اللي ممكن اثاره وليد سليمان ولعيبه خط الوسط ممكن تقدر تعمل يا رب بيسا. ان شاء الله باذن الله. احنا سالنا الجمهور بقى، جمهور النادي الاهلي سالناه من امبارح للنهارده ازاي الكوره تكون وسيله تقرب الشعوب من بعض طبعاً. ما تبعدهمش عن بعض. فتعالوا نشوف جماهير النادي الاهلي قالوا لنا ايه من الفيسبوك. بيسو قال لي ازيك يا شيما، اهلا بيك. لو في بس محبه واخوه بين الناس الكوره بتزيد من حب الناس لبعضها مش العكس. محمود السعيد بيقول بدون تعصب تتواجد الروح الرياضيه والاخلاق والعلاقات الطيبه، واكبر دليل ان هناك بطوله كاس زايد للانديه الابطال، فهي جعلت او تكاد تجعل الشعوب العربيه في تماسك وترابط مستمر. كمان احمد ابو سمره بيقول لازم تطوير لمنظومه الاعلام الرياضي المصري. ساجد الاهلاوي بيقول الروح الرياضيه والعلاقات الطيبه لازم تكون رقم واحد. محمد عبد الستار بيقول مساء الخير يا شيما، الابتعاد عن التعصب واحترام الغير والتحلي بالروح الرياضيه هي اقرب وسائل التقرب وحب الشعوب لبعضها البعض. كمان مستر احمد بيقول مساء الخير عليك يا شيما، كره القدم تصبح وسيله لتقريب الشعوب لما يكون في روح رياضيه وتنافس شريف، وانها مجرد لعبه للمتعه، وان كره القدم مكسب وخساره، ولازم كله يتقبل انه هيستفيد من التحكيم اوقات وهيتظلم في اوقات. كمان محمد المصري بيقول لازم يكون الكل عنده اخلاق وروح رياضيه بعيدا عن التعصب الاعمى، والكل يشجع بروح البلد الواحد. علي سليم بيقول مساء الفل عليكي. مساء الفل عليك يا علي. لما كل فرقه تتقبل الهزيمه زي ما بتتقبل الفوز، لما كل الفرق تتعلم من بعض مش عيب اني اقلد الناجح عشان انجح زيه، لكن العيب اني احاول افشله زيي، والبعد عن التراشق بالالفاظ ما بين المسؤولين، لان ده بيولد الاحتقان ما بين الجماهير وتسبب في كوارث كتيره في تاريخ كره القدم. انت جبتي عينه عشوائيه من الجماهير. صحيح، حاسه ان فعلا ان يعني اغلبهم بيتكلم عن الروح الرياضيه وان الكره دي. انت عارفه انت اصل الدورات الاولمبيه في العالم لما اتعملت في اللي هي الدورات الاولمبيه القديمه كانوا بيوقفوا الحروب. الحروب بتقف
في خلال فترة انعقاد الدورة والشعلة الأولمبية بتقاد على جبل أولمبيك وتظل العالم يمارس الرياضة. صحيح. وهو ده دور الرياضة. هو ده الرياضة ودور الرياضة. هي دي دور كرة القدم. بالظبط. أستاذ محمد الشحات الناقد الرياضي في أخبار الرياضة، نورتنا النهاردة في كلام في الميديا. شكرا، وإن شاء الله يعني بعد المباراة في مساء الجمعة نبعت لكم تهنئة يا رب بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5. يوم سعيد عليكم.